اسمها الأنسة أماني. أماني إيه؟ لا باشا بصراحة ما أعرفش يعني. أنا أقول لك، اسمها أماني حسنين المصري. ومنكم نستفيد يا باشا، واضح إن سعادتك تعرفها كويس. طبعًا لازم أعرفها كويس. ما أنا كمان اسمي أكرم حسنين المصري. سعادتك قصدك إن أيوه، قصدي إن أماني تبقى أختي. اوعى تفتح على نفسك الباب ده يا حربي، وإلا هتبقى فتحت على نفسك أبواب جهنم. أنا مش عايزك تكلم أماني ولا تقابلها مرة تانية، لأني مش هرحمك. هنسفك من على وش الدنيا، همسح اسمك خالص من على الوجود. حط الكلمتين دول حلقة في ودنك واوعى تنساهم. مع السلامة يا حربي، مع السلامة. يلا بينا يا زين. ايه يا معلم؟ هو الظابط ده مش ناوي يجيبها معاك البر ولا ايه؟ كان عايزك في ايه؟ طلعت اخته. مين دي اللي طلعت اخته؟ أنسة أماني طلعت اخت الظابط أكرم. الصحفية؟ اخت الظابط؟ مع اني ما يبانش عليها، ما يبانش عليها. يا نهار اسود والنايل بستين نيلة. أماني اخت أكرم؟ يلا يا معلم، يلا 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 بينا من هنا. ده الخارج من هنا مولود والداخل هنا مفقود. يا عم اتحرك بقى، انت هتتنح، انا في عرضك. امشي امشي. ها يا حنفي، كل ده بتقطع تذكره؟ انا مش حنفي يا رشوان، انا عدلي عبد العالي المحامي. عدلي بيه؟ انا اسف يا عدلي بيه. حصل خير؟ خير يا عدلي بيه. في حاجه؟ انا حبيت بس ابلغك ان الباشا الكبير مستنينا الليله. يا ريت تعدي عليا في المكتب الساعه 8 عشان نروح له سوا. الباشا عاوز يقابلني انا؟ طب اشمعنى انا بالذات؟ مش هيقابلك انت لوحدك، هيقابلك انت وعنتر وعزام. عايز اتكلم معاكم في اللي حصل الفتره اللي فاتت. يا عدلي بيه انا ماليش دعوه باللي حصل. اللي حصل ده ما كانش مسؤوليتي انا لوحدي، انا مش غلطان. مفيش اي مشكله يا رشوان، البضاعه وصلت واتسلمت وكل حاجه تمام. حضرتك بتقول وصلت امتى وازاي؟ لما نتقابل الليله هتعرف كل حاجه. المهم ما تتاخرش، مش عايزك تقلق، كل حاجه هتبقى تمام. مفهوم يا رشوان؟ مفهوم مفهوم يا عدلي بيه. 8 بالظبط هكون عند حضرتك. مع السلامه. يا فندي اموت واعرف ايه اللي حصل ليله امبارح. الحمد لله على السلامه يا حربي. الحمد لله على السلامه يا زين. يا لهوي، ايه اللي مبهدلكم كده وكل ده تاخير؟ عملت ايه مع صلاح امبارح بالليل؟ عيب عليك يا حربي، سلمنا الامانه زي ما انت قلت. عفارم عليك يا بركه. على فكره صحيح، الجدع اللي اسمه صلاح ده عايزك تكلمه اول ما ترجع. ودنيا، دنيا جت سألت عليك النهارده الصبح. دنيا؟ اه. اشمعنى؟ اللي صح كده تخرجوا من سواد الليل، ما ترجعوش الا دلوقتي. قلقتوني عليك، حصل ايه؟ وبعدين فين العربيه؟ العربيه تعيش انت يا معلم. واحنا لولا ساتر ربنا ما كنتوش هتشوفونا تاني. احنا؟ ده احنا اتكتب لنا عمر جديد. ليه يا ستي يا رب، حصل ايه؟ تحكي انت ولا احكي انا؟ نحكي احنا الاثنين. أهلا يا أنسة أماني، من زمان ما شفتكيش.
قصدي يعني من زمان ما جيتلناش الاسم. معلش كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت. قول لي اكرم فوق في مكتبه؟ في مكتبه، بس معاه اتنين بيحقق معاهم، كانوا حاولوا يسرقوا عربيه من قدام الاسم. عربيه من قدام الاسم؟ هي حصلت لحد كده؟ اللي يعيش ما يشوف. طب قول لي ايه اللي حصل الايام اللي فاتت؟ حصل حاجات كتير، بس اهم حاجه حصلت ليله امبارح. ايه اللي حصل ليله امبارح؟ قضيه شروع في قتل، بس لحقناها على اخر لحظه. هي دي فعلا القضيه اللي تستاهل انك تكتبي عنها. طب بالراحه بقى وبالتفصيل احكي لي ايه اللي حصل. قوي قوي ده، انا ارجوكي بس ممكن يبقى في مكتبي عشان نبقى على راحتنا. ماشي. اتفضلي 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 يا نساء. هاي احكي لي بالتفصيل ايه اللي حصل. فاكره الجدع اللي استنى ها يلا قول. الجدع البلطجي اللي اسمه أباضايا ده. فاكراه. مش ده الجدع اللي كان متهم في قضيه قتل عم رزق؟ مظبوط، كويس انك لسه فاكره. ها بحاول يقتل مين بقى المره دي؟ الجدع اللي انت كتبت عنه ده اللي هو اسمه حربي وصاحبه زين. حربي؟ مالك يا نسا اماني اتخضيتي كده ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. طيب حربي وزين حصل لهم حاجه؟ لا لا لحقناهم قبل ما يحصل اي حاجه. طيب هما فين دلوقتي؟ قبضايا ورجالته محبوسين تحت ذمه القضيه. طيب وحربي؟ حربي افرجنا عنه النهارده الصبح، هو وصاحبه زين، بعد ما النيابه خدت اقواله. انا اسفه يا رب مضطره امشي دلوقتي حالا. بعد اذنك. وبعدين يا سيدي الناس ما تسمعوش يا رجاله، اللي حصل ده كله هيتلم، محدش يتضايق خالص. يعني احنا قاعدين هنا في قلب مارينا، اللي شفنا كده يقول في بطين نفسها. هنضرب سمك، استاكوزا، جمبري، كل لحمه الراس دي. ابا ضايع على نفسه مش علينا. وبعدين هو حاططكم في دماغه ليه؟ مش عايز يشيلكم. يعمل له قفله بقى ويلم نفسه احسن له. هو قبضايا طول عمره رخيص وهيموت وهو برضه رخيص. النهارده انا في النيابه ما ارتحتش غير لما عرفت انه يلبس البدله الزرقاء. حسيت وقتها اني اخدت بطاري بالسنين اللي قضيتها في السجن بسببه. ادفع نص عمري واشوفه كده وهو في السجن بيتدنجل بالبدله الزرقاء. طب معقوله خدي نفسك بحاجه يا صاحبي؟ انت حبيبه زين ليك عليا اول زياره، اخدك ونروح نزوره في السجن. لا بس وحياة ابوك يا شيخ، ناخد له معانا برضه عشان الواجب شويه عيش وحلاوه. ولا يستاهل الحلاوه لعلمك، كبير وعيش وجبنه. جبنة قديمة كمان. بس قلقتني عليك. ألف حمد لله على سلامتك. تسلمي لي يا ست الستات. طب إيه؟ إحنا مش هناكل لقمة ولا إيه؟ ده إحنا من إمبارح ما دوناش النوم ولا الأكل. زين عنده حق. روح ريح كده كلك لقمة. وأول ما تصحى كلمني. بإذن يا ست الكل. سلامة ست المعلمين. مع السلامة. لو سمحت. يا ألف أهلا وسهلا. أهلا أهلا صاحبة الجلالة. أموري. هو حربي فين؟ حربي لمحته من شويه رايح ناحيه المستودع هو وزين. ماشي الف شكر. الله يسهلك يا عم حربي. بس وانا هتقطع نفسها.